أنتم رافضون لنتائج التحقيق؟ أولا شكرا لهذه الاستضافة، وأود بدوري أن أشكر المواقف البطولية التي رأيناها خلال فترة الفاجعة، سواء كانت من الشباب النشطاء وسواء كانت من الأطباء ومن كافة العراقيين بصورة عامة. كان هناك تكاتف، وللأسف هذه ليست المرة الأولى أن يتم استهداف المسيحيين، فقبلها كان هناك استهداف لما يقارب أكثر من 1200 طالب، وجرت العديد من التحقيقات في هذا الأمر، لكن النتائج كانت أنه مجرد حادث إرهابي. وبعدها أيضا سيدة النجاة، وأيضا كانت النتائج غير مرضية. وهذا اليوم نشهد فاجعة بعد تحرير محافظة نينوى، وبدأنا نشعر بالأمان خلال المراحل الأولى، وبدأ الناس يستقرون تدريجيا، لكن هذه الحادثة تذكرنا بأننا غير مرحب بنا في هذا الوطن، لأن الحكومة يجب أن تحمي أبنائها، ويجب أن تنصف هذه الأقلية، المصطلح بين قوسين الذي يسمى أقلية، يجب أن تحميهم، يجب أن تعطي حقوقهم. ما كان أكو جدية بوجهة نظركم؟ القائم مقام ليس فقط وحده مذنبا، هذه الانتهاكات مستمرة منذ أن عدنا ولحد هذه اللحظة. هناك أطماع في هذه المنطقة، هناك صراع سياسي من قبل كل الأحزاب، سواء كانت مسيحية، آشورية، كردية، عربية، غير مرحب بها في هذه المنطقة، لأن الناس يرفضون الأحزاب. الأحزاب هي التي جعلتنا أن نكون كبش فداء في هذه المنطقة. اليوم المسيحيون يرفضون الأحزاب، يرفضون النتائج الخاصة بهذه التحقيقات، لأنها لم تشفي غليل أرواحهم، لم تشفي كل هذا الذي حصل في هذه المنطقة. كانت مخجلة ومغزية بصراحة، لأن إن أرادوا أن يحاسبوا فليحاسبوا الرؤوس الأكبر، فليحاسبوا من أعطى القرار للقائم مقام ولمدير البلدية وأيضا للدفاع المدني أن لا يسيطروا على الأوضاع في هذه القاعة، وهي قاعة مبنية على أرض تسقى بالمطر، أي بمعنى أرض متجاوز عليها، أرض زراعية. كيف تستثمر أنت يا صاحب القاعة في أرض زراعية؟ كيف أخذت الموافقات؟ طيب موقفكم القادم في حال لم يكن هنالك تغيير من الحكومة أو إجراء تحقيق آخر أو توصيات أخرى، موقفكم اليوم كشباب مسيحي؟ يعني هذه هي الفرصة الأخيرة، يجب أن يتكاتف كل الشباب المسيحيين، كل المسيحيين في هذه المنطقة والمناطق الأخرى، أولا لطرد الأحزاب بصورة عامة من هذه المنطقة، ثانيا كما أن الأبرشية، أبرشية الموصل السريان الكاثوليك، هي التي أصبحت المسؤولة عن الوضع الحالي، هي التي ستتصرف من خلال اجتماعات ومن خلال مستشارين في الكنيسة، هم الذين سيصدرون أوامر، وهذه الأوامر قد تصل إلى المطالبة بتدخل دولي، المطالبة باعتصام، والمطالبة بخطوات أخرى، لأن أرواحنا ليست لعبة، هذا الدم الذي يجري في أجسادنا ليس عدسا أو ماء أو إلى آخره، هذا دم عراقي. شكرا جزيلا أخ جميل. موقف الكنيسة كان، عفوا زملائي، موقف الكنيسة كان واضح. نعم. وهذا موقف شباب بغداد من داخل كنيسة ماربهنا وسارة في الحمدانية.